اخوان، السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله والشكر لله. من بعد الاخوان، مع البطيحه ديال اللي كنا زرعنا فيها القسيل، حنا راه تمردات كلاو على الخرفان. حنا دابا دخلنا لهادي عاوتاني. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله والشكر لله. حنا الاخوان متواجدين النواحي ديال الازرو، بالنسبة لديك الرقعة الإخوان تقريبا شي 10 أيام الحمد لله حنا تسرعوا فيها. يعني الحمد لله الخروف رجع فيه الدم. تبارك الله ما شاء الله. حتى دابا هاد البلاصة هادي تاهي غادي دوز تقريبا واحد 10 أيام ولا أكثر. حنا هاد البلاصة داير بيها الكرياج، وتبارك الله تاع الربيع موجود فيها كيما تشوفوا معنا. تبارك الله تاع الربيع راه موجود. نزيروهم غير شويه شويه، لكن غادي يبدا يضربوا شويه القسيل وبدا يقنعوا وبدا يخرجوا للربيع. الحمد لله الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لهاد القسيله الاخوان، حنا تنقولوا قسيل، الناس يقولوا اغلبيه تيقولوا اكلاس. صراحه الاخوان يعني مزيان، صراحه مزيان. نوصي به اي فلاح اي كساب تيدير خصوصا الخروف، صراحه الاخوان يعني مزيان صراحه. حتى دابا الجهه الاخرى نتمنى مازال فيها شويه، نتمنى من الله شي استواء ان شاء الله. غادي نرشوا ليه شويه ديال الملحه ديال 33. تبارك الله غادي يعجبو الحال. تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله. صراحة الإخوان فرحت الكساب فاش يكون الخروف شبعان ويكون تبارك الله ما ياكل، يكون خير موجود راه لا توصف. الحمد لله والشكر لله. وذا الاخوان نط فيه واحد الحبوبه، خاص صراحه مداوي ونط فيه الحبوب. الله يدير الخير وصافي ان شاء الله. غير لما غادي طيب وغادي نطرد عليه. يعني كما قلنا الاخوان، ما خش الانسان يطلق فيه كامل باش ما يتكرفش، يطلقي شويه بشويه. ديك الساعه فاش شي تقريبا يتكل كامل بحال هكا، برا النار الثاني تنطلق فيه فاش يتكل بحال هكا. ديك الساعه ماشي مشكل، مات بلا ما تزيرهم. ديك الساعه طلقهم ورد البال غير من بعيد. الله يدير الخير.
الحمد لله على كل حال. تبارك الله عليكم الاخوه اللي تتفرج فينا. الاخوان من ساشي دعي معنا وما ينساناش من الدعاء، دعوا معنا الاخوان بالتسخير وبالتيسير. الله يسخر الجميع، الله يسهل على الجميع. اخوكم راعي الغنم اطلس متوسط من نواحي ازرو، تحياتي للجميع. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله، تبارك الله. بالنسبة لهذا الربيعة راه نورات، تبارك الله. تياكل الخروف، تبارك الله. ولكن الاخوان بالنسبه لهذا الربيع تتلقى تقريبا غير في البلاد اللي محرزه، هي اللي تتلقى فيها الربيع تبارك الله موجود. البلاد اللي رطبه شويه شبعات الشتا بكري هي اللي تبارك الله بخير موجود الحمد لله هذا الربيع. والله يدير الخير.